الله يسمحنا من الوالدين. هذي بخاطر خويا احمد الشرفة صاحب سفيان هذي من استوديو ام جيل ديما معكم الجديد. مغاربة الصين طنجة البويرة عرب واحد واحد باش خوتنا اللي يحبونا واحد واحد. يا بغيت نوصيك 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 بغيت نوصيك تهلا في وليدك عليهم ربي وصلنا وصلنا ورضاهم تمشيك ورضاهم تغطيك. نوصيك 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 بغيت نوصيك تهلا في وليدك عليهم ربي وصانا يا ودي وصانا برضاهم تجيك يا برضاهم تجيك يا البول حليني نمشى شكون يديها بك يا كيف تومي نمشى من البرد شكون يغطيك كيف تومي نمشى من البرد شكون يغطيك خويا نوصيك بغيت نوصيك 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 بغيت نوصيك تهلاك وليدي اليوم ربي وصانا وصانا رضاهم تنجي رضاهم تغطيك قول حليني نمشى شكون يديها بك يا قول حليني نمشى شكون يديها بك يا كيف توبي لرشا من البرد شكون يغطيك يا كيف توبي لرشا من البرد شكون يغطيك خويا نوصيك يحبونا واحد واحد ديما المهمة 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 هيا يا المهمة المهمة وهي الحنينة ولا رضات عليك تعيش حياتك زينة تا حاجة ما تعديك تعيش حياتك ديما تا حاجة ما تعديك يا خويا نوصيك الميمة الحنينة ولا رضات عليك تعيش حياتك دي
ديما تا حاجة ما تأذيك تعيش حياتك ديما تا أدى ما يأذيك يا خويا نوصي يا جنة تحت قدمهم دعوة وحداتك فيك يا جنة تحت قدمهم دعوة وحداتك فيك عندك طرد كلامهم ربي غادي يجازيك عندك طرد كلامهم ربي راه يجازيك يا ودي نغي تنوصي لك قدامهم دعوة وحداتك فيك يا جنة تحت قدمهم دعوة وحداتك فيك عندك طرد كلامهم ربي غادي يجازيك عندك طرد كلامهم ربي راه يجازيك يا ودي نغي تنوصي بارك الله عليكم اخوتي اللي يحبونا واحد واحد. هذه وصية من عند خوكم الفنان الشعبي أمازيغي مصطفى مقيل. نوصيكم على الوالدين اللي عنده حيين الله يخليهم له واللي ماتوا الله يرحمهم الله يتبعنا اليوم المسلمين. هذه وصية الجميع وتبارك الله لكم وديما معكم من جديد وتبارك الله لكم واحد واحد.